أهلا بكم من جديد. قانون الجمعيات الأهلية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى حاليا، هنحاول أن احنا نفصل بنوده ونعرف هل هو بالفعل قانون عادل يضمن نشاط الجمعيات الأهلية بشكل محترم وقانوني ويديها مساحة من الحرية وفي نفس الوقت مساحة من الرقابة من الدولة، أم أنه قانون مفصل لضمان أن تقوم جمعيات الأخوان المسلمين بكل أنشطتها السياسية وغير السياسية بشكل واضح ولكن تحت مظلة القانون. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذة المحامية الأستاذة منى ذو الفقار. أهلا بك. أهلا بك. قبل ما أسأل طبعا في القانون لازم تقولي لي وجهة نظرك كمحامية يعني متخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال عن قضية ضرائب سوسيتي جنرال. كارثة. يعني عارفة إزاي تبقي يعني الحكومة أو النظام متخصص في كسر الثقة، الثقة مع المواطنين، الثقة مع المستثمرين، الثقة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب كله. يعني فكرة انك تكسري الثقة اللي هي رأس مالك الاجتماعي، رأس مالك الاقتصادي، رأس مالك السياسي، لو مفيش ثقة في مصر في مصداقية نظامها، في مصداقية قوانينها، مش ممكن حد يحط مليم احمر في البلد دي. فاحنا كان طلع قانونين مش واحد، 101 و102. 101 ده اللي فيه تعديل لأسعار الضرائب مش بس، وفي من ضمنه في القصة دي بتاعت لو حصل استحواذات يبقى فيه 10%، وكان محل اعتراض شديد لأنك ما تجيش والسوق واقع والبلد واقعه ورؤوس الأموال بتخرج بره وتروح انت جاية تحط لهم ضريبة. ده انت مفروض دلوقتي تبقي بتعملي تحفيز وتشجيع وطمأنة وتبقي القواعد بتاعتك بتستقر، لان المستثمر عايز يقين، عايز يبقى قادر يتوقع بكرة ايه وبعده ايه ويقدر يرسم حياته على اساس ايه، خطته المالية على اساس ايه. راحوا مطلعين القانونين دول لقوا رد الفعل كارثي، راحوا مجمدينهم تاني يوم. الاولاني بتاع معدلات اسعار الضرائب واللي فيه ده، والتاني كان رفع ضريبة المبيعات على عدد كبير جدا من السلع، وقالوا لا وقفوا ده غلطة واحنا جمدناهم ولن يطبقوا وهنعمل قوانين جديد. طبعا ده يوريكي قدر الارتباك. فالناس اتصرفت، صدقت انه لما رئاسة الجمهورية تقول انا جمدت يبقى جمدت. قلنا كلنا مفيش حاجة في القانون اسمها زينب، لانه القانون لا يعدل ولا يوقف ولا يجمد ولا يلغى إلا بقانون. فطلع قرار جمهوري جمد هذا القانون أو وقفه أو الغيه لغاية لما تطلع غيره، ما حصلش. لا وفضلنا في ده، ولكن كل الناس كانت بتقول ومصلحة الضرائب بتقول والعالم بيقول لا يا جماعة ما فيش تطبيق لهذا القانون. فوجئنا إنه والاسبوع اللي فات في اجتماع لرئيس مصلحه الضرائب قال ان القوانين دي مجمده وانه في تعديل هيطلع في ظرف اسبوعين. وفي قانون فعلا بيتناقش وما فيهوش، وقالوا ما فيهوش ان هذه الجزئيه سيتم تعديلها او الغائها. صحيح. والتوجه لالغائها عشان احنا عاوزين نحسن ظروف ده كان اتجاه الحريه والعداله كمان. كويس. نفاجئ النهارده بجواب رسمي رايح للبورصة بيقول لها انه بالنسبة لل 23% هنطبق المادة 56 اللي هي 10%، وبالنسبة لل 77% بتوع ما فيش لانه في اتفاقية الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا بتقول انهم ما يدفعوش، يبقى هيدفعوا في بلدهم. يعني الإعفاء انهم ما يدفعوش، والغلابة صغار المساهمين هم اللي ياخدوا. هيجيب لهم كام؟ هيجيب لهم كام ال 23%؟ ملايين. اؤكد لك الضرر لا يمكن ان الضرر في كسر المصداقيه وكسر الثقه في هذه القواعد اللعبه في هذه الدوله لا يقدر بثمن. يعني احنا لما ايام لما دكتور فاروق العقده ربنا يمسيه بالخير يا رب، لما رحنا البنك المركزي وابتدا الاصلاح المصرفي في 2004 كان بيقول لنا دايما وكنا بنشتغل اهم حاجه نكسب ثقه المواطن، نكسب ثقه السوق عشان ما يبقاش فيه سوق سودا، عشان الناس تثق ان احنا لما يعوزوا دولار عشان يتعالجوا ويخرجوا او يدفعوا جونهم هيلاقوه لما، وهكذا. الثقه لا تقدر بثمن، فاحنا بنفقد راس مال
لا يقدر بثمن، ده تخريب، ده هدم لهذه الدولة وهدم لاقتصاد هذه الدولة وهدم لثقة كل المؤسسات العالمية فيها. وبعدين يقولوا صندوق النقد مش عايز يتعاون معانا، وده مش عايز يدينا، وده مش عايز ازاي، ما هو ده. وبعدين كمان بصراحة ده ظلم للمستثمر الصغير طبعًا. لانك انت كان ممكن يبيع ب 38.5، انت جاي دلوقتي تقول له انك هتاخد من 38.5 دي 10%، ده ظلم وعدم شفافية، ده حرام. طبعا طبعا دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، طب بقيت القانون بقى ده، بقيت هذا نفس القانون ده اللي بيقول سعر الضريبة طلع من 20% بقى 25% فوق مستوى معين، وفوق مستوى يعني بقت فيها تصاعدية. الشركات اللي فيك يا مصر كلها مفروض تقفل ميزانياتها في 31 مارس، تقفل وتحضر اقراراتها الضريبيه، واللي لهم لازم يعملوا كونسوليديشن يعني يدخلوا في الميزانيات المجمعه لو كانوا جزء من مجموعات، لازم يعملوا ايه؟ يمشوا على اني يصدقوا بقى ان القانون ده مش ماشي، ولا ما يصدقوش، يعني يعملوا ايه؟ يعني وقف حال وربكه وضرر مبين مبين، يعني يا ربي لو متسلطين، لو حد متسلط علينا، لو احنا متسلطين على نفسنا، مش ممكن نعمل ضرر اكبر من كده. ده في شركات بدات تعمل مخصصات للضرايب، عارف حضرتك زي البنوك ما بتعمل مخصصات للتعثر، فدي في شركات دلوقتي بتعمل مخصصات للضرايب لانها مش عارفه الضرايب اللي هتفرض عليها ايه. ايوه بس تعملي مخصصات لضرايب مثلا محل نزاع، مش تعملي مخصصات لسعر الضريبه اللي في القانون اللي مش عارفينها. يعني الحقيقه انا مش عارفه مين صاحب هذا القرار، لكنه قرار سيء. العائد اللي هو العائد الفلوس اللي منه ملايين ولا حاجه ولا حاجه. وبعدين زي ما انت بتقولي في ظلم كبير جدا ظلم على صغار المساهمين وعلى الناس اللي هتاخد بالجنيه مقابل الناس اللي هتاخد، المستثمر اللي هياخد بالدولار. وده لا يعني ممكن قوي نقول انه الدولار يتباع البنك المركزي، بس يبقى السعر على حسب الناس يوم ما هياخدوا الفلوس. بالظبط، مش من شهر. و طيب نرجع لمشروع قانون المنظمات العمل الاهلي، تقييمك ايه للمشروع ده لما قريتيه؟ اولا ده مشروع، لازم نقول في الاول ان ده مشروع الحريه والعداله، يعني ده مشروع الاخوان. نعم. وفي مشروع للحكومه اعلنوا انه جاي وان هو يعني هيبقى بينظر اليه. طبعا المجتمع الحقوقي، منظمات حقوق الانسان قدمت مشروعها من زمان، وفي اخرين قدموا مشاريع، يعني في مجموعات كبيره من المشاريع. انما الواضح ان التوجه اولا هيبقى بسرعه جدا لسلق هذا القانون، وفي برضو حركه توجه للاسراع بقانون ما يسمى تنظيم المظاهرات اللي هو منع المظاهرات تقريبا، وهيبقى في اليومين الجايين دول جري في هذا الاتجاه. القانون ده بتاع الاخوان هو اللي راح وتناقش وتوافق عليه من ناحيه المبدا، وفي توجه للاسراع بمناقشته. وقانون الحكومه ده، قانون الحكومه ما زال مقيد، وفي كثير من علامات الوصايه والتدخل في شان ده. عمل ايه؟ شال شويه قيود او تدخل من الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشؤون، عشان يبقى في يعني حرية أكثر في إدارة العمل للجمعيات. إنها عمل إيه بقى؟ أهم حاجة عمل إيه؟ إنه هو حط اختراع جديد جوه هذا القانون. عرف الجمعية المركزية اللي هي موجودة في القانون الحالي، وعندنا يعني جمعية تحسين الصحة جمعية مركزية اللي هي لها فروع في كل المحافظات، عشان تقدر تشتغل ما تشتغلش في محافظة واحدة، تبقى بتشتغل في كل المحافظات في مصر. ده قال لك لا، الجمعية المركزية دي بقى هيئة جامعة بتعمل كل حاجة في الدنيا، بتعمل ايه؟ نشاط في كل المحافظات، وبتعمل كل الأنشطة وفي دول مختلفة. وفي مادة تانية قال انه من حقها تفتح فروع في العالم كله. ده التنظيم الدولي بالظبط. فكأنه هو فصل كيان جديد حطه جوه قانون الجمعيات عشان يتفصل على جماعة الإخوان، يبقى بيشتغل جوه مصر وبره مصر. أولا تراقبيه ازاي ده اللي بره مصر؟ انت عندك هنا جمعية وأعضاء ومسؤولة قدام الأعضاء ومسؤولة أمام الجهات الرقابية، لأنك بتجمعي تبرعات ولأنك بتعملي أنشطة لا تسعى للكسب وما بتدفعيش ضرائب، إذا لازم تخضعي للرقابة.
لانه انت هنا بتستفيدي من اعفاءات. اي شخص يستفيد من اعفاءات لازم يبقى تحت رقابه انه لن يسيء استخدام هذه الاعفاءات. بمعنى رقابه مين؟ رقابه اعضائه، في مراقب حسابات، وفي ايضا في الدول مثلا المتقدمه بتبقى مصلحه الضرائب اللي بتراقبه. احنا عندنا هنا ممكن الجهاز المركزي للمحاسبات ما جاش سيرته حتى بالنسبه للجمعيه المركزيه دي اللي عايزينها تشتغل في العالم كله. مين اللي هيراقب الجمعيه المركزيه؟ ما فيش، عندها مراقب حسابات بس زي بقيه الجمعيات. دي من ضمن الحاجات الغريبه جدا. فهي يعني اهم حاجه في الموضوع هو هذا الاختراع. لسه بقى بقيته ايه؟ بقيه المثلث. اولا هو التعريف الغريب ده الواسع جدا اللي يسمح بقى انك تعملي كل حاجه، وجه سمح شال على الجمعيات كلها حظر العمل في السياسي في السياسه اللي هو ممارسه انشطه الاحزاب السياسيه والنقابات المهنيه، لانه ده احد اهم يعني تعريف المجتمع المدني. المجتمع المدني ده اساسا ايه؟ هو ضمير المجتمع، بيسموه دايما القطاع الثالث، ولا هو يسعى للربح والتجاره زي القطاع الخاص، ولا هو يسعى للسلطه زي الحكومه. يعني هو مفروض يبقى رمانه التوازن، هو ضمير المجتمع، هو اللي بيدور على المواطن الغلبان، هو اللي بيدور على المواطن المظلوم، هو اللي بيدور على اصحاب الحقوق المهضومه، هو اللي يعمل التوازن. تلاقي في المجتمعات المتقدمه المستشفيات تبقى لا تسعى للكسب، تبقى مؤسسات كتير، الجامعات في التعليم في انجلترا 100% من الجامعات لا تسعى للكسب. فاحنا مفروض ولا نتاجر بالسياسه، احنا المجتمع المدني، ولا نتاجر بمعنى التجاره والكسب والربح. لو عندنا فائض افرضي بنحقق فائض، ده يبقى خير وبركه. مثلا تبقي بتعملي بتقدمي خدمه دار مسنين ممتاز جدا يدفع فلوس، بس الفائض تصرفي بيه على دار المسنين اللي ايه اللي ببلاش اللي للناس الغير قادره. مثلا مستشفى 57 لو عندها فائض ده هياخدوا منها ضرائب دلوقتي، تفتح بيه سراير جديده او تعمل فروع جديده الى اخره. لكن ده ما اسموش بقى ربح تجاري، ده اسمه ربح فائض يستخدم للعمل الاجتماعي. انما تروحي بالسياسه تشتغلي حزب سياسي، تمولي انتخابات، تقدمي مرشحين، وهذا القانون يسمح بهذا. يعني اذا هو بيسمح انه يبقى فيه اللي هم في تصورهم الجماعه دي بتشغل السياسه، بتشغل دراعها اللي بتشتغل في السياسه وتسعى للسلطه، وبتشغل جمعياتها اللي بتقدم الخدمات والزيت والسكر والمش عارف ايه، وبتشغل التجارة اللي هي بتجيب الفلوس ورؤوس الاموال فهو الهدف انه يبقى القانون ده بيسمح لها تعمل ما يسمى جمعية مركزية تعمل كل ده. هذا غير جائز ولا في الدستور ولا في اي عرف في العالم كله ولا اي منطق ولا الدستور حتى اللي احنا مش معترفين بيه اللي موجود حاليا. هقف هنا فاصل واخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل هنفصل اكتر ما قالته الاستاذه منى، كيف ان الجمعيه المركزيه المعرفه هنا في هذا المشروع بقانون هي جمعيه مفصله على التنظيم الدولي لجماعه الاخوان. بعد الفاصل.